حلبانا دا وسلامتي نبيك أنا ضد عشرها مدن قدومي مدي ساعتها معلمة إن لقد ضاي إنه مهم دل كان عبشة الشعب كا عبشة الشعب كا دولة ويكجواتي ملحوين دل كوسري أنا كهلي ففهيي وزير كمالية ففهيي وأنا كصاب بحاي شقين كهوسة وزارة الجاريد كا يوم مامور كي قبل كبنادي لدولة هوسة سياسة درتيد مركا البناء صاحب بدايا إن عنشورتي قامري وقدم به حكومة قرار قصو صارتين إن ولي رئيس سياسة دينا والقف في عيني هاي ضدك شعبك هل كان حكومة لنا إن حقوق دو ده دنوه ده لقد دو ده ومهيب لكن إن سياسة لو وريجيه والقف في عيني سيدا دانيرا دا أيان دا ولتي كقيلي مجالة مقدشو بنبعين سمي واللغة جوابي باهياتي يوحي كعبانيين مركا موشيك هل كان لكيني موشيك هل كان لكيني أو إن لغة دودة عبشادة ضدك ما سكا ضد الله دقي كرسارة دوحي ضدك كعبانيين يو قيل دان عنشور بحيال ما عنشور بيع عنشور إن لبحيه ضدك ميسر جدنين عنشور إن لبحيه وواجب قف والبو مواطنة دلك كنولي واجب كتها قارو ماهن ميل قارة مقبل قارة قارو ماهن وزير كمالية وزير كي دلك سومالي وزير كي قبل قارو وزير كي هنا مجرته دولتنا دلك هني مسؤول كتها مركز سياسة ترتيب إن السياسة وزير كي قامد سياسة السياسة ماهن إن مامول كي قبل كبنادر قامدوا دي السياسة ماهن دولتي قانك إجارتي السياسة ماهن قرار كي حكومة ده أي جارتين إن لي راد ما أنت برلمان كنو حلمان تزوج تاعو جرادو حكومة ده قوان ما قالن كرتو قرار ما سو صار كرتو حقا وافو الحمو وحش عن ما دستور كدلك هديا دب ولا بتان عتبك سديدات فلنتا فلنتا لا فلنتا دافي رصو عتبك سديدة ضراها وزيرة أو ودو دمشق قيحنته A B C D إلا E أغرس مركا الليبان آنن حركة دلك نوية اللو آنن فيرن هدو وكتر ما الحكومة دلك دو عمل قادنا يسو إنه يهجوان أو حلوك مجران هين وحل متى هاي قف عند الله وعن بوق أغني مركا سيس برتي بوات إنو قرم يحرك اللو يهلو هلا أغريو ده إنو آنن جف يو ده أنا لقيسن دلك فلوكا وصر يسو هاي هي تدار دجلتا سياسة دلك حركة دلك هلا غريبة بجلتين حلبان إيضا عن السوقفين إيضا عن الاستعاديين دعيرها غارة ناشان وما باهمنا قفكي دوت غارة قبو ميديا حطوك بنان كاتوكو حطوك محاية استودياش إذا عدا حطوك دوليس مالا سادي يستو غاركو واسيك لكن هل كان محلوغا الرمياء دلك الشعب كصوماليات إن لوغو أديغو باهياتو دلوغا حلو دنوه ذا اللغة الله أذكر ما حصل يعني هاي هي تحديفة قبائلنا هل كان لكين تحديفة قارن يعني هل كان لكين أذكر ما حصل برلمان كان حكومة لنا أنا وطن وما تصور مالية وما تصور مالية هو بعيني إن لو ترجمه يعني هاي هي تو على شنو ذا إيوه وهي طبعا وأنا ما زلت